المزيد ينضم معنا من بغداد أو يبقى معنا مراسلنا شفيق عبد الجبار. شفيق، الإصابات المسجلة اليوم في العراق هي الأعلى منذ ظهور الفيروس في البلاد، كيف يبدو الوضع الصحي والإجراءات وكيف ينعكس هذا الأمر أيضا على حياة الناس بشكل عام؟ نعم سمد، خلال ال 24 ساعه الماضيه وتحديدا مساء امس قد سجلت وزاره الصحه العراقيه النسبه الاعلى لحالات الاصابه اليوميه، وهي اقتربت من ال 2850 حاله اصابه في عموم البلاد، وبذلك قفز عدد المصابين الى نحو 73 الف اصابه اليوم. من المتوقع ان يقفز هذا الرقم الى 75 ألف إصابة، والوفيات اقترب من 3000 شخص مواطن عراقي خلال الأربعة أشهر التي انتشر فيها واستشر فيها الوباء القاتل. وزارة الصحة العراقية وأزمة أو إدارة أزمة كورونا الحكومية لحد هذه اللحظة تقول أن الوضع لحد هذه اللحظة تحت السيطرة، وأن النظام الصحي في العراق لم يصيبه الانهيار، على عكس ما موجود في الواقع الصحي المتردي في المستشفيات. هنالك نقص في الأسرة، وهنالك نقص في مادة الأكسجين الطبي، لا سيما في محافظة ذي قار التي عانت يوم أمس أو مرت بأوقات عصيبة، خاصة المستشفيات الحكومية هنالك، مما استدعت وزارة الصحة إلى الاستنجاد ببقية المحافظات لا سيما محافظة البصرة لإنقاذ المصابين بوباء كورونا عن طريق إرسال ناقلات حوضية لمادة الأكسجين الطبي إلى المشافي في ذي قار. طبعا هذا هو خلية الأزمة، ويعني سرمد خلية الأزمة لحد هذه اللحظة لم تقرر ان سوف تستمر بفرض الحظر الجزئي او الشامل في عموم المحافظات العراقية، وتركت للحكومات المحلية القرار. محافظة البصرة الجنوبية من المقرر أن يبدأ أو تدخل حالة فرض حظر للتجوال الجزئي اعتبارا من يوم غد. المعمول في البلاد أن يكون الأحد والاثنين، أيام الأحد والاثنين والثلاثاء والأربعاء، بفرض الحظر الجزئي الذي يبدأ من الساعة السابعة مساء وينتهي حتى الساعة السادسة فجر هذا فجر اليوم، والخميس والجمعة والسبت يكون حظر شامل للتجوال. أشكرك شفيق، شكرا جزيلا لك شفيق عبد الجبار مراسلنا في بغداد.